زوار مساء الجهة الكرام، لتقريبكم أكثر من آخر تطورات تجزئة الحمراء، يسرنا أن نتابع السي الحمداوي المعطي رئيس قسم التعمير والبيئة بجامعة عين عتيق. نعم أستاذي، لماذا سيد رئيس جامعة عين عتيق لا زال لم يسلم هذا المشروع للعمران؟ وكنظن ان القانون في الاتجاه واضح. القانون ديال التعمير 25-90 واضح، الا مشينا تقريبا من الفصل 18 حتى الاخر ديالو راه هو تسليم التجزئه. ماذا يعني تسليم التجزئه؟ تسليم التجزئه يعني ان لجنه مختصه محدده القانون تقوم بمعاينه الاشغال لتتحقق من انها انجزت وفق التصاميم والمستندات المصادق عليها من طرف اللجنه التي رخصت التجزئه. ماذا وقع؟ ما وقع هو ان شركه العمران لم تفي بالتزاماتها. اول الالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات والمتعلقه بانجاز المدرسه، بناء المدرسه، وكذلك بناء ليكيبمون، مجموعه من التجهيزات، جوج حاجات اللي غادي نعطيو، اللي غادي نديرو ان روكازمون دي بيدونفيل. سلا فو دير كيل دوا يافوار ديزيكيبمون داكومبانيومون معاهم، راه خاصه مدرسه، خاص بزاف ديال كتجي. وعندنا هنا وثائق اللي كتاكد هادشي لسيطره العمران، كتقول لك اودي نعطيني ريسبسيون ومن بعد لا ريسبسيون ديفينيتيف غادي نجي ونعطيك هذاك الشيء. ما كاينش شي نص قانوني اللي كيقول انه يمكن التعامل مع اصحاب التجزئات بواحد لونغاجمون ماشي حاجه. الفصل 18 كيحدد، الفصل 18 من القانون 25-90 كيحدد اشنا هي الاشغال اللي خصها دار، من اقامه الطرق، من توزيع الماكله والكهرباء، من تهيئه المساحه الخضراء. هذه المسائل هذه في نهايه ملي كيطلب، ملي كيجي كما كنص عليها الفصل 22، ملي كيجي صاحب المشروع وكيقول لك انا كملت الخدمه الله يخليك، اجي شوف لي هذه الاشغال واش نطر. كتمشي كتشوف الا هي كملات وكانت كلها كما كاينه في البلان، مصوبه الطرقان مزيان، مصوب الضوء، كاين الماء، كاين الجرادي، كاين كلشي، كلشي مقاد، كتعطيه التسليم ديالو كيمشي يدير لك لاطمو. الا ما كانش هذا الشيء وفق ما هو مصطف في التصاميم وما هو متفق عليه ولا ما هو كما هو مرخص، راه القانون واضح في هذا الشيء. انتم خرجتوا درتوا معاينه ولقيتوا بانه عندنا اكثر من شيء، احنا عندنا التزامات ديال شركه العمران كتقول لك ان هاد الحوايج هادو غادي نديرهم من بعد. القانون ما كيسمح ليش. انا كنقول لك من الناحيه التقنيه، ما اشتغل على المستوى السياسي، لا، ولكن كتقني كموظف مسؤول على تطبيق القانون، ما كاينش شي حاجه كتقول لي خصني نخدم بلونجاج. نعم كاين الاشغال، كاين داكشي اللي متفقين عليه، يبنيو المدرسه، يبنيو هذه النعمه. الحل اللي سميتو باجتهادات ديال السيد العامل، كذلك السيد الرئيس سميتو السيده المديره، لقاو ان سوليسيون. شكون اللي مازال دابا معطل هي واحد لا سوليسيون، هو ان هذاك المشروع غادي يتقسم الى اشطر. وغادي يكون داك الشطر ديال داك الشطر ديال اللي ديال الركن ديال السكن غادي يعطيوه لهم، والاخرين غادي يبقاو الى حين ان تفي شركه العمران بالتزاماتها. اذا شكرا سي